روحي حويت نعب وخايستاهي. السلام عليكم هلكان قدام نسين وناق خوسك على روبرت وركي ودن ببرنامج حسق بيا ما لنا 4 تاريخ قبل انت اللي حيتبن برنامج ما تنين هنا حكمت مت كم اذا رقي خوس حمدي محمد او لو قبت سو بحث على ذو بوليس كمام كمام الجبلت كايا سو بندي ما هي سبرك ويل دن يرا او لا امين سن يحي انه كل لها كفسي يديلكي فوش حماي كدعي مقدشو واكن وريه نو سو ربدن كاسي مقدش حسن بيباي إذا كبوليس كجلمود جاي حالي حل الدمبي هالقل إيه كيف ليانا؟ من على هذا كسو قطعي هذا السنة محمد إبراهيم إسماعيل لواتني أفرجلا كل شيء مكتشف لقول تونسي هاي إنه كلها كيس كي مرحومد حمدي محمد فارح كان بحصد أي من على هذا مكتشف وفلك قد عاي لببريكهرا. وحين ما شعب كأي وما دعينا يعني إذا كبوليس كسو ولكي إذا سنهاسي أو بحصدها أي كتري وزي بتليكو حين كبوليس كفدرال كأي سوماليا جنرال زكية قبعد حمدي أي على شيئين إن دور من كسطي أي دون إذا كبوليس كالشرعي أي شيئين إن كوي تنقف لوها يو قار كالانا لقولة جوغو أو قعان تلقصو لقي دونو حمدي محمد فارح يا وحال الله دق ميسي أرحان كاب أحسن أيضا نايحيد قبر آدو داير سقال يطبان سنة جرا اسكول كان هاتان أيضا ميسي لكن لو لك عاي فال بلا آذن نما مدي وحما أي مغدوشة كدعا فالكاسي وها إلا اسكول دراي كوبسي إيو ديل أيضا نميل دير لغسو توري وقاب إقاب حل مرسي آخر كينا حمدا أي قور يطيق لواتون كيسو غاري hotelka uu ka dhacay hotelka ayaa lagu magacaabay Marwo Hotel waxa uu ku yaalaa degmada Waabari ee magaalada Muqdisho iyadoo laga soo tuuray gabadhaasi dabaq lixaad lagu garanayo in Xamda ay xiriir la lahayd mid ka mid ah wiilashan iyo in kale ciidanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixiyay in gacanta lagu soo dhiibo dambiilayaashii ka dambeeyay fulkaas shacabka Soomaaliyeen ay aad u sugayaan in maal uu cadaalad la soo taago dadkaasi oo kale dhacdooyinka dhacda lamid ayaa ka dhacday magaalada Gaalkacyo sanadii hore iyadoo markii dambe ay dowladda iyo maamulka Puntland ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan kuwii falkaasi ka dambeeyay aakhirkiina ay dhameeyeen wixii ay dhameysay gabadhii Aasha Ilyaas ee ahayd inay geeri dhameysay ayakana ay aakhirkiina dhameeyeen geeri oo lagu toogtay magaalada Boosaaso dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa in eedaysanayaashaasi qofku ku cadaado duunka ama dembiga ama kuwa qirtayba in maxkamad la soo taago.